بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من الفخر أن حظينا بهذه النعمة، نفتخر ونفتخر ونفتخر بأننا من أتباع محمد وآل محمد. أي مفخرة هذه! تعب، معاناة، أنات، أوجاع، ضائقة، توجه إلى الإمام، سيدي الإمام الصادق، إلى متى؟ متى الفرج؟ قال: يا هذا، أوتوالينا؟ نعم يا سيدي، أواليكم. بكم تبيع هذه الولاية؟ قال: والله يا سيدي، لو أعطيت الدنيا بما فيها على أن أبيع ولايتكم ما بعتها يا سيدي. أو بيدك هذا الكنز وتشكو الحال؟ قم وحافظ عليه، فأي نعمة بأيدينا. فعلوا ما فعلوا، قالوا ما قالوا، لكننا في خير بهذه النعمة. وأي نعمة ترى يا حبيبي، لأننا نبصر بعين الباصرة. أما لو أننا نبصر بعين القلب لوجدنا خيرات ومعارف تذهل العقول. نحن في مثل هذه المناسبات جلوات كلمات، لكن لما أريد أن أعيش حقيقة صاحب هذه الشخصية لا تحتاج إلى شيء من أن هذه البصيرة تنفتح. سلام الله عليك يا أبا الفضل العباس، لما أن تطرح هذه الكلمة في حقه أنه نافذ البصيرة، يعني يا حبيبي يرى حقائقهم، يرى ما وراء السطر، مو السطر، ما وراء السطر. يعني سلام الله عليك يا أبا عبد الله، هذا الرجل العملاق. أي رجل؟ الشيخ الأخوند الخراساني. من يتحدث؟ الشيخ الوحيد الخراساني من فطاحل علماء الحوزة. عجيب. هو يقول أن الشيخ الأخوند هذا الرجل العظيم، وش يقول هذا الشيخ الآخر صاحب كتاب الكفاية؟ ما أن رحل عن هذه الدنيا رأته أو رأوه أهله في المنام، فقال لأهله: الآن عرفت الحسين. هذا الرجل العملاق، عملاق عملاق، هذا الرجل الشيخ الآخون عملاق، يقول: الآن عرفت الحسين. الآن في أين؟ في عالم البرزخ، انكشف لي الغطاء فعرفت من هذا. وهو رجل عملاق، يعني في الدنيا يا شيخ لم تعرف؟ لا، ما عرفته، الآن عرفته. عجيب. نريد أن شيء ولو اليسير، الجماعة قالوا لي ترى الوقت مختصر، ولكن أسعى ما أمكن لأن أختصر. أحببت أن هيئة الشخصيات الثلاثة، ثلاث الشخصيات، أن كل شخصية ننهل من شيء عنها. إي نعم، تريد تعرف؟ إي نعم. يقول الإمام الصادق قال كلمة في حق هذه الشخصية، لكن ما وراء الكلمة يحتاج إلى نفوذ بصيرة. أي كلمة قالها؟ لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. يقول الشيخ الوحيد، يقول هذا الإمام لما أنه قال لا يوم كيومك، هي جايب فيها
يعني مبالغات شيء، لا لا، نظر إلى أيام الأنبياء والأوصياء والأولياء منذ آدم إلى يوم القيامة، هو يتكلم أن لا يوم كيومك. وش هالشخصية؟ خلنا صراحة نبغى نتأمل هاي الكلمة، وش يقول يعني في مسألة المذبح أو شيء، شنو هالشخصية حتى إيش تضفي على اليوم أن يكون فريد؟ ما في، ما في يوم أوحد، ما في يوم أوحد، هو الأوحد، لا يوم، ما في يوم كيومك عظمة، ما في، ما في. عجيب صراحة، عجيب، لا تحتاج إلى تأمل، بس نبغى نعرف شوية بعد. قال أقول لك شي بعد؟ قول. قال شوف حبيبي في الزيارة، وإيش الزيارة؟ طبتم وطاب، شوف الأصحاب كلهم طابوا بمن؟ به. طبتم بمن؟ بالحسين طابوا، وطابت، بس مو أنتم طبتم، وطابت الأرض التي فيها دفنتم. شنو هاي الشخصية؟ أنا والله مبهر، تبهر العقول. وطابت الأرض التي فيها دفنتم، تدري شنو معنى طبتم وطابت؟ شنو؟ ما فاهم. قالوا أن هذه الأرض يتراودها الملائكة صعودا عروجا نزولا لا ينقطع، الصعود والنزول لا ينقطع. شنو هاي الأرض؟ وش هي الطيبة؟ بحيث أن أصبر يا حبيبي، روايات الشيخ الوحيد هو يشير لذلك، هذا الرجل العظيم يقول بحيث أن شنه؟ بحيث أن الأنبياء الأوصياء الأولياء الملائكة كلهم يسألون الله زين عن عطنا الرخصة ننزل. شنو هاي؟ أنا أقول تحتاج إلى تأمل زايد. يطلبون، يسألون من الله النزول، عطنا الرخصة ننزل، ولهم يوم أو ليلة، ولعل الإشارة إلى يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، لعلها كل ليلة جمعة. أنتم يا أنبياء ويا أوصياء لكم إيش هدية؟ شنو هالهدية؟ يفرحون ويأنسون بهذه الهدية، أن كل ليلة جمعة أنتم مرخصون لأن تتوجهوا للحسين. يلا تأمل وش هالشخصية، تأمل وش هالشخصية، واقعا تبهر العقول، لدرجة أن طابت الأرض أن المدفونين في أرض كربلاء، نعم، لو قرأت الفاتحة على أحدهم، في امتياز خاص، في ميزة خاصة اللي تقرأ الفاتحة على زيد وعبيد هذا المكان أو ذاك المكان يحصل ثواب، لا، في خصوصية خاصة لي من صوب كربلاء. شنو هاي الخصوصية شيخنا الشيخ الوحيد؟ وش هاي الخصوصية؟ أن الفاتحة لو قرأت على أحدهم، إيه نعم، لو قسمت ثواب، لوصل فاتحة وحدها، فاتحة واحدة، فاتحة واحدة، لو قسمت لوصل الثواب لكل واحد مدفون في كربلاء ما يعجز عنه أي قلم. لا، واقعا تبهر العقول، لا، هي الشخصية واقعا تبهر العقول، عجيب. وش عندنا؟ زين، شنو نحتاج؟ نحتاج لأن نكون نحن، ولا هو عظمة، نحن كيف نكون مع هذه العظمة؟ كيف؟ شلون؟ بعد بوضح. شنو بتوضح شيخنا شيخ الوحيد؟ وش بتوضح؟ أنا شوي كلمات حلوة حبيت أطرحها في البين، جيد حتى نحلق. وش بعد؟ قال ولادة الإمام الحسين سلام الله عليه، ما أن ولد، إيه نعم،
من الله عز وجل، هدية هدية هدية. جبرائيل يأتيه النداء، يا جبرائيل، نعم، خذ هذا اللوح واهده لفاطمة بمناسبة ولادة الصبت. انت تصور لوح من الزبرجد فيؤتى به للرسول صلى الله عليه وآله، مكتوب 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 في أشياء، مكتوب في كنوز، أخذ فوجه به لفاطمة. ما مكتوب في هذا اللوح شيخنا؟ مكتوب في هذا اللوح: عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي ولا تجحد آلائي، إني أنا الله لا إله إلا أنا قاسم الجبارين. اطمئن، قاسم الجبارين، مديل المظلومين، وديان الدين فإياي وديان الدين فإياي فاعبد وعلي فتوكل. أنا بقرة سر بس الشاهد بوقف عنده: إني لم أبعث نبيا فأكملت أيامه وانقضت مدته إلا جعلت له وصيا وإني فضلتك على الأنبياء. هي مكتوب في اللوحة: فضلتك على الأنبياء وفضلت وصيك على الأوصياء وأكرمتك بسبليك. من وسبطيك؟ من حسن وحسين؟ عجيب. فجعلت حسنا معدن علمي، هي معدن علمي اتخذ تحتها خطين ولها ما لها من العمق. من هو الحسن؟ انجي إلى الحسين. نعم، وجعلت حسينا، هي الكلمة أثارت عقول إيش؟ كبار علمائنا، اندهشوا اندهشوا. وش الكلمة؟ وجعلت حسينا، هي ثمانة ثمان صفات، كل صفة تقول عندي الزوج، لكن احنا بناخذ الامتياز الأول. شنو الامتياز الأول؟ وجعلت حسينا خازن وحيي. خازن وحيي في صفات أخرى جدا جبارة، بس تعال خازن وحي إيش؟ شنو خازن وحي؟ الشيخ الوحيد يقول: حبيبي بابين إلك، ترى هاي الأمر مش سهل. وإيش الرسول؟ إن هو إلا وحي يوحى. الوحي اللي ينزل على الرسول وين تالي يبقى؟ في أين؟ في صندوق. من هو صندوقه؟ حسين. صندوقه حسين، عجيب. بعد وضحي لي. قال: أوضح لك، تدري أن الوحي اللي فيه من وين؟ من مذمتة. روح سورة البقرة آية رقم 30: وعلم إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها إلى وين؟ وعلم آدم الأسماء كلها. وش تقول؟ قال هذه: وعلم آدم الأسماء كلها. علم العلم، علم شنو؟ واحد. هذا العلم، وعلم آدم العلم اللي عند آدم، علم علم. المخزن ماله منه؟ حسين. يقول: حبيبي انت شوف بس، ترى وين وين. ولهذا العظمة، لما أن الأنبياء الأولياء الأوصياء الأتقياء كلهم يقول: إذن إلينا نروح إلى الإمام الحسين. لا، مو حبيبي اعتباط، شخصية مذهلة. هي فقط صفة واحدة، خازن الوحي. وأي وحي؟ يعني إيش؟ وحي الله. يعني إيش؟ يعني كل ما طرح من الله عز وجل صندوقه حسين. هنا منطلق الوحي: وعلم آدم الأسماء كلها.
وين بعد ومنتهاه، وين نهايته؟ هذا هناك منطلقه قبل ما يجي الرسول صلى الله عليه وآله إلى الدنيا، هناك منطلقه. إيه نعم، وأين ينتهي؟ قال وينتهي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن هو خازن الوحي؟ حسين. وش الشخصية؟ شخصية عجيبة. وعليه ماذا ينبغي؟ ينبغي يا أحبة أن نكون مع الحسين خب كما ينبغي ويستحق، لن يكون، ولكن على أن نخطو خطوة تلو الخطوة على أن نكون مع الحسين. لا كيف ما ممكن؟ ممكن. شلون ممكن؟ كثير من الأمور على نحو التمرين والتدريب ممكن، مو صعب. شيخ المصباح أقول لكم شيء، تفضل شيخنا وش عندك؟ قال ما قرأت رواية، هاي الرواية وش تقول؟ ما عبدتك، سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، لكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. في عبادة تجار مالت جنة، في عبادات اللي هو العبيد مالت نار، وفي عبادة لا عبادة الأهلية، ما لا أفكر لا في جنة ولا أفكر في شيء يسمى نار. شيخ المصباح يقول تبغى تشوف نفسك يعني وش؟ لو جاءك علم من عند الله أنك صلاتك صليت ما صليت فأنت في جهنم، اتصلي. إذا شفت روحك تصلي يعني أنت ترى في حالة سمو، لا هي مو شيء هين يعني. أبوي لا هو مربني ولا هو عاطني، وأمي قالت لي روح ما إلك، بيصير حب أمي في قلبي نفسه بل أقوى، وأنا بين أحضانها ما أدري. لكن لو كان فهنيئا لك. ولهذا الحب زين العابدين يقول أبا أعطيك حب، هذا لازم هيسمونه حب إيش؟ حب الأهلية. يعني لئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك. بتوديني النار؟ ودني، لكن ودقت اللي توديني النار وأتعذب وأنا أتغلغل في قلب وعمق النار، أبا أخبرهم أنا أحب الله، أحب اللي بيسوي فيه أحب. أي حالة تسامي ليست بالهينة. كيف يمكن أن أدخل؟ لو ما يمكن صعب صعب صعب. الشيخ يقول ممكن على نحو التمرين والتدريب. شلون؟ يقول أنت الحين في الطريق أو على قارعة الطريق فقير، تعطي الفقير 10 دينار، أعطيته لا لأنك خائف منه، وش بسوي لك ما أعطيته، ولا لأنك طمعان في شيء من عنده أبد، ما أنت طامع في شيء، فوجدته أهلا فأعطيته، مو هالشكل عندك هالسلوك في الدنيا لو ما عنده. زين في الله ما تقدر تسوي أن تصلي ركعتين في جوف الليل وتقول يا تمرين وتقول يا ربي أنا هذه أنا بقعد أنا معاك الليلة، ولكن لا أريد هذه، وفي خصوص الصلاة لا أريد جزاء منك، أبغى أكون أنا وياك حالة أنسش أخلقها أنا وياك. يمكن أو ما يمكن حالة التمرين؟ ممكن. مع الحسين كيف؟ ممكن لو مو ممكن؟ ممكن. شنو أسوي مع الحسين؟ هاي الليلة وفي منتصف الليل وهاي المناسبة أبغى أهدي للإمام حسين هدية، ما أبغى من عندك يا أبا عبد الله، هو بيعطيك، أنا أبغي الليلة بس أعطي هدية، لا أريد من ورائها شيء غير أني أرتاح، لأني هي الشخصية العظيمة سأهديها هدية. يمكن أن الليلة أقعد أصلي ركعتين وأهيئ نفسي. طبعا يا أحبة
في واحد يقول إنزين لكن ينتابني في نفسي أني أريد، ما أمكن أنك لا تريد. خب الله يعطي يعطي أكرم الأكرمين، لأن وهم سلام الله عليهم وصفوا أيضا بإيش؟ بكرم لا يفوقه كرم إلا كرم الله. خب بالتالي يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. باقي لي كم دقيقة؟ خلاصة دقيقة؟ وينه من أي صوت؟ 3 دقائق؟ خير. بالتالي زين العابدين الإمام الحسين سلام الله عليه فقرة زين العابدين، 3 دقائق نعطيه ما ندري، بس باخذ دقيقتين اسمح لي لأنه واحدة. يمكن أيضا هذه الشخصية العملاقة عجيبة عجيبة، لو أردت أن أنظر إلى شيء من عمق هذه أو في عمق هذه الشخصية أبغى أشوي. حبيبي لما كنا في إيران كانوا جيد مؤسسات كثيرة فتحت للقرآن والنعم، والآن كان الأول من نشوف واحد صغير أو نسمع عن طفل أنه حفظ القرآن تقترن أو يقترن الطفل بأنه معجزة. الحين لا حبيبي، مئات من الصغار الأطفال حفظوا القرآن بركة مساعي المؤسسات. فتحت المؤسسات أخرى لنهج البلاغة، ما ينبغي أن نهمل هذا الكتاب الضخم في معارفه ومعانيه. مؤخراً كنا هناك يعني قبل كم سنة، لا فتحت مؤسسات إلى الصحيفة السجادية أيضاً فيها ما فيها من الكنوز المعرفية. لو أردنا أن نتوجه كيف؟ بس حبيبي شوية شوية عط نفسك، مو لأن أنا أريد أكون مع الله رب الأرباب، خو يحتاج لأن أكون معه إلى أدب خاص، وما يصير حبيبي بقعد أقول إن شاء الله بأكون وياه بأكون وياه وشي. لا لا أدب خاص. في واحد يقول لا أنا أدعو الله، شلون تدعو الله نايم؟ والله يسمع إليك في أي حالة كنت، لكن في حالة أسمى من حالة بلا شك. أنا أدعو الله، أنا أدعو الله، لمن أدعو؟ أيضا هي فيها ترى حالة ترقي، ما فهمت. شوف حبيبي أنا عندي أولاد، عندي زوجة، عندي أحبة، أي نعم، وين مكمن الشيخ قراءة؟ يقول أقول لك حبيبي شيء ملاحظة، تفضل. الصلاة وإيش؟ الصلاة عمود الدين. عمود الدين يعني وإيش؟ يعني مرتكز، إذا انكسر انكسرت باقي الأمور. عرفت الصلاة؟ إي. أقول لك بعد شيء، أحلى حالات الصلاة وين؟ أحلى حالات الصلاة السجود. السجود لا؟ أي نعم. ماذا يدعى في السجود؟ ربي ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل الواسع. عيال وين موقع أني أنا أدعو لعيالي في قمة الصلاة؟ وين السجود؟ ولهذا ما ينبغي أن أغفل عن عيالي، ولهذا الدعاء لعالم عالم. يعني وش أبغي أقول؟ بأن هذا التراث الصحيفة السجادية تعطيني كنوز معرفية بعد، تعطيني بالإضافة إلى الكنوز المعرفية وعي جديد في أن كيف أتعامل مع الحقبة. أنا في حقبة السجاد لولا كيف تتعامل؟ ضايق ابن الدنيا مع الله، زين في ظروف خاصة في 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 كيفية خاصة تتعامل فيها مع الله، عارفنها أنت لو ما تعرفها. أحلى وقت عند الله متى؟ كذب العبد إذا قال أنه أحبك يا الله، إذا قال أنه يحبني وإذا جن الليل نام عني. يعني وش قالوا في رواية؟ من اللي قال؟ العلامة الطبطبائي واحد، الشيخ جوادي آملي اثنين، وغيرهم من الفطاحل. ما أن نظروا إلى هذه الرواية قالوا يا عباد الله، هذه الرواية رواية منجية. منجية من شنو؟ من كل آفة.
إذا أنت تبغى تنجي روحك من أزمات، من ضوائق، من ضائقات، من عليك بهذه الرواية، جسدها وخلاص، بصير أنت في وش حلاواتك. وش الرواية؟ رواية الإمام العسكري سلام الله عليه. شنو هاي الرواية؟ أنا أبغى أرتب وضعي، أبغى أعدل روحي، إحنا في شهر شعبان وجاء شهر رمضان، شلون وش اسعى على أن تعطيني معالم أرتب كل أوراقي؟ أعطيك رواية هاي منجية، خلها عندك وجسدها وأنت في أمان. أي رواية؟ الرواية: إن الوصول إلى الله عز وجل سفر لا يمكن، لا يدرك. تبغى توصل لله؟ إيه، لا يدرك. هو سفر، سفر توجه لله، سفر لا يدرك، ما توصل. إلا، كيف ما أوصل؟ إلا بامتطاء الليل. يعني وش بامتطاء الليل؟ مو احنا جوعان، انا جائع، في وجبه سريعه وتسد البطن، وفي وجبه تظل بعد ساعتين ثلاث ساعات يلا تجهز. نقول له حبيبي رحم الله والديك، هاي الوجبه السريعه، فلهذا مباشره الى المطعم، واذا تاخر عن خمس دقائق اللي هو حددها ما اقدر اقعد. وعليه في ايضا وجبه للوصول الى الله سريعه، وهي قال امتطاء الليل. وعلق العرفاء بعضهم علق على هذه الرواية، لا نعلم، هم يقولون لا نعلم أن هناك وليا وصل إلى الله دون أن يمتطي الليل، ما في، لا نعلم. من اللي قالوا؟ هم الأولياء. أن وليا وصل إلى الله من دون أن يمتطي الليل ما نعلم. وعليه وش تبغي؟ الليل حبيبي نطلبها. هو في كلام كثير بس ما بعطي، لأنه أعرف أن الوقت واجد واجد راح. أقول حبايب والله من أفضل الهدايا، إن أردتم أن تهدوا الإمام الحسين سلام الله عليه، أو أن تهدوا زين العابدين، أو أن تهدوا حبيب أو عزيز، امتطي الليل. قال الإمام العسكري لا يدرك، يعني هو الشيخ جوادي آملي، لعله هو أو أحد العرفاء، أن حركة الوصول إلى الله بغير الليل كحركة الأرنب والنملة. يعني أنت بالنهار لأن هذا معصية وهذا بيغم وأنا داخل الشركة وأنا مكذب وأنا في المدرسة، أوه تحتاج الشغلة إلى تنقيح زايد. في الليل تمثل لك هاي الحالة إذا كنت في الليل حصانة حتى تستطيع أن تقوى في النهار فتواجه. كان معي في قم أحد الإخوة الأفارقة أسود اللون، أنا أشوف قعدت وياه سكنت معه بس أشوف ارتياح مو طبيعي إلى هذا الولد أسود، لكن عجيب والله لا أستطيع مفارقته، وإذا يفارقني أرتاح، وإذا يتكلم وشخصيته أرتاح. قلت يمكن أنا شوية عندي رقة على السود، بس مع السود الآخرين خب أرتاح، بس مو بهالجاذبية اللي عند هذا الشاب. قبل أن أسكن معه سألت الإخوان وياي بعض من الإخوة، واحد تركي وياي واحد كذا، قلت له أنا ما أدري هذا جاذب قلبي، ما أدري من وش بس جاذب قلبي. قالوا والله نفس الإحساس الذي أنت تحس باتجاه هذا إحنا نحس به. وفقت لأن أكون معه في غرفة، والله يا أخي حق والله خجلنا من أنفسنا، هاي يوم القيامة وش نودي وجهنا ما ندري. ما في ليلة إلا وقبل آذان الفجر بساعة أو أكثر إلا ويستيقظ بكاء قارئ للقرآن بكاء. قلت يا جميل هذل أهل الله، يا ما في خفايا الزوايا، يمكن تشوف واحد بقال ولكن أنا محفوظ به، هذا الأسود. وعليه منتصف الليل جعله قذف الله حب الآخرين في قلوبهم له. وعليه بس له قلت خمس دقائق لا أطول أزيد إن شاء الله، فإحنا هم نختصر
نسأل الله أن نوفق وإياكم لمراضيه، وأن نحظى بخيراتهم، خاصة ونحن نعيش الضائقة، ولكن الحمد لله نطمئن أنفسنا ونحن على قناعة بأننا سعداء مرتاحون مستأنسون بهم، وبالتالي نريد الكثير من حبواتهم إن شاء الله. اللهم اجعلنا وشيخنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. نسأل الله أن نحظى هي الليلة أن نقعد ولو دقائق، أن نهدي لهم هدية من العيار الثقيل. لا نريد منك يا أبا عبد الله غير أنها إيش الأهلية، وليس بذلك إيش كثير. نسألكم الدعاء، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.